ناخذ المسائل بيجي كبير هنا كما صير موظف وموظفة وما صير لجميع المتدخلين في الحق الجميل ديال المهد علي السي عبد الله محمد اللي المستقبل ديالو مجهول المستقبل الالهي فين غادي حتى توضيح الرؤيه هناك غياب تام للتواصل مع جميع الفعاليات والمسؤولين داخل وزاره الوصيه ووزاره السياحه هذا يوم ربما نحاول من خلاله لفت الانتباه اثاره الانتباه لمن يهمه الامر حتى يكون هناك واحد الحوار جاد مع جميع الموظفين والموظفات داخل جميع المعاهد الفندقيه والسياحه السياحيه التابعه الى يومنا هذا لوزاره السياحه. كنطلب من الاخوان ان هذا مصير ديالنا جميع كنتمنى بان نكونوا دائما مناضلين نكونوا دائما صامدين لان الا كان شي ملف ممكن يكون في واحد الاتحاد بغض النظر على المرجعيه ديالنا هذا هو الملف المشترك هذا ملف مشترك لان ملف الموظف ملف يخضع لمجموعه من المعايير ملف في نوع من الغموض ملف في مصير مجهول كذلك في انعدام التواصل ربما هذا انعدام التواصل هي مقاربه تعود الى سنوات الستينات سنوات السبعينات اما اليوم في القرن 21 وهناك غياب تام للتواصل في هذا الملف الشائك في هذا الملف الصعب لان في اكثر من 500 موظف وموظفه اللي ما عارفينش المصير ديالهم حتى بالنسبه للمعلومات اللي كتعطى لهاد الوليدات اللي كيطرحوا اسئله على السنه المقبله ليست هناك اجوبه هناك غموض وهذا الغموض ما يمكن الا انه غادي يولد واحد المجموعه من الصراعات هذه الصراعات راهي حضاريه سلميه والوقفات ديالنا كلها وقفات من اجل انجاح هذا المشروع وايقاف هذا المشروع للرؤيه ديالو ما واضحاش ما نطالب به ان يكون هناك حوار مع الشريك الاجتماعي ومن خلال الحوار ديال الشريك الاجتماعي غنتوصلوا بمجموعه من المعلومات اللي غنبنيو عليها مجموعه من الاجوبه ديالنا من اجل معرفه جواب ليس هناك جواب هناك غموض هناك ارتجال هناك عدم تطبيق القانون وهذا كيضر لان هناك تجربه ديال 60 سنه من التجربه والنضال لان حتى تكوين مجموعه من الاجيال نسميه نضال من نوع اخر نظام ديال الاجيال لان نستثمر في العنصر البشري والعنصر البشري من اصعب العناصر اللي ممكن نقوم بها الاستثمار اذا كنطلب من الاخوان بان ياخذوا الامور بجديه ودائما احنا مناضلون وصامدون حتى يتم تحقيق الاهداف والمقصد شكرا يكون السلطه المحليه يقدر يكون من الجهاز الامني يكون هذا لا للتفويض فقط نقول لهم بان هذا القطاع هذا قطاع منتج ذلك بمجموعه من المؤشرات الايجابيه هو لو طول دانسيرسيون ديال الوليدات راه 85% ما عندناش شي وليد كيقرا هنا وما تيدخلش سوق الشغل اذا هنا لا للتفويض اعتبارا لمجموعه من المؤشرات الايجابيه اللي كتعطي نتيجه حتميه هو ان هاد البلاد كيديروا لانسيرسيون ديالهم في المارشي دونبلوا بواحد الطريقه سهله فقط لا اقل ولا اكثر هذا هو الموضوع الاساسي الوقفه ديالنا على اليوم وقفه حضاريه سلميه من خلالها نسعى من خلالها الى ان نوصلوا غير الصوت ديالنا لجميع المسؤولين وما نطالب به هو بسيط جدا هو حوار من اجل ايجاد واحد مجموعه من الحلول للملف المصيري ديالنا هو انه تفويض هذا القطاع وهذه المؤسسه الجميله جدا الى وزاره التربيه الوطنيه مع ما تحمل هذه الكلمه من معاني كثيره ما غندخلش في احكام القيمه ولكن غير قطاع السياحه راه ممكن يكون اصلاح داخلي بلا ما نكونوا حتى في وزاره هذا هو المبتغى وهذا هو الهدف من هذا تحيه نظريه مره ثانيه السياحه انك بغات انها تفوت هذه المؤسسات التكوينيه الفندقيه والسياحيه فوتهم الى وزاره التربيه الوطنيه ولكن التربيه الوطنيه احنا بالنسبه لنا احنا عندنا مشاكل جمه وكبيره ولا زاد هذا المشكل ديالنا احنا في غنبقاو نبانو احنا قدامهم احنا واحد 400 ولا 486 بالضبط ونمشيو مع واحد الالاف ديال الاخوان في التعليم اللي عندهم مشاكل جمه وحنا كنعرفوا راس ما يزيد عن 40 ملف عندهم معلق وحنا اليوم كياخذونا بغينا يدونا التعليم التربيه الوطنيه والمشكل اكثر من هذا ان الشارع الاجتماعي اللي كنقولوا اللي كان المرشح يترشحوا عندنا هذا العام في المؤسسات في المراكز والمعايد ما يفوق عن 9000 مترشح لحد الان كيتسائلوا يوميا كيسولوا كيعيطوا علينا بالتليفونات كيجيو للمؤسسه اشنو المصير ديالنا؟ المصير ديالنا راه هو الشارع واش حنا خاصنا نحاربوا الهدر المدرسي ونكونوا وليدات خاصهم يقراوا ياخذوا الدبلومات ديالهم مع العلم ان الخير اللي عندنا الخريجين اللي كيتخرجوا من عندنا اكثر من 80% كيدمجوا في العالم الشغل وهذه راه مساله ما كتكونش حتى في الجامعات ولا في المؤسسات التعليميه
الا جينا نديروا عمليه احصائيه راه هذه المؤسسه التكوينيه عندها واحد الافاق مستقبليه كبيره خاص محليا ووطنيا وعلى خارج الوطن. لحد الان وزيد على ذلك الاتفاقيات اللي عندنا مع مؤسسه اجنبيه اللي فيها تبادل الخبرات بين المؤسسه المحمديه مؤسسات خارج في اوروبا في فرنسا في امريكا في ايطاليا في المانيا في اسبانيا في دول العربيه دول الخليج. والاخوان الوليدات ديالنا كلهم كيشاركوا في امتحانات تكوينيه وكيحصلوا على رتب عليه متقدمه. السلام عليكم، عائشه رضاوي مكونه بمعهد التقنيات الفندقيه والسياحيه بمحمديه وعضوه بالمكتب المحلي للنقابه الوطنيه للسياحه وعضوه بالمكتب الوطني للنقابه الوطنيه للسياحه المنضويه تحت لواء الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل. المحطه النضاليه اللي قمنا بها اليوم او الوقف الاحتجاجي اللي قمنا بها اليوم هي عباره عن محطه من محطات نضاليه كثيره قمنا بها منذ بدايه هذا الملف، وهذا الملف هو عباره عن تفويت مراكز ومعاهد التكوين السياحي والفندقي لوزاره التربيه الوطنيه والتعليم. هذه الوقفات قمنا بها كتعبير عن رفضنا واحتجاجنا على هذا التفويت الذي هو تفويت غير قانوني وغير معقلا وتم اتخاذه بطريقة استعجالية دون استشارة اللجان أو ممثلي الموظفين أو استشارة النقابة الوطنية الأكثر تمثيلية للموظفين اللي هي النقابة المنضوية تحت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وإلى مصير مجهول. ما هو مصير أكثر من 500 موظف ليتم نقلهم من وزارة إلى وزارة أخرى دون استشارتهم، مع أن واحد المؤسسة عندها طابع ديال الجودة غادي نرجعوه للطابع ديال من ليكسيلونس غادي نرجعوه لاكاليتي. حنا عندنا 30 عام ديال الأقدمية وديال ديال ليكسبيريونس في هاد كنعتذر على سميتو التجربة ديال في هاد الميدان. إذا كيفاش غادي نمشيو لواحد الوزارة اللي هو الفندقة والسياحة يعتبر شيء جديد، ما عندهمش هاد التكوين الفندقي والسياحي في وزارة التعليم، واش عاد غادي نبداو من جديد؟ وشنو هو مصير هذوك 9000 مترشح اللي قدموا الطلبات ديالهم اللي هما من ولاد الشعب اللي دائما كيستافدوا من مجانية التعليم؟ إذا الهدف من هذا سميتو هو خصصة بعض المدارس، لأن في المشروع هناك تفويت لبعض المراكز وبعض المعاهد، ولكن هناك خصصة ثلاثة المعاهد من بيناتهم معهد ديال أكادير والمعهد ديال فاس والمعهد ديال مراكش. علاش؟ لأنهم يتمتعون بموقع استراتيجي والهدف هو استغلال الموقع الاستراتيجي لأهداف أخرى، يعني هنا ما بقاش الهدف هو هدف مواطن. وخلاصة القول أننا نرفض رفضا تاما تفويت معاهد التكوين الفندقي والسياحي من وزارة السياحة الأم إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، وشكرا.